كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة آخر أيام عام 2016، يا رب يكون عام انتهى بالنسبة للناس بسعادة وخير، وعام ممكن يكون بالنسبة للناس تانية عام كان سيء عليهم. نتمنى إن شاء الله يكون عام 2017 عام مليء بالفرح ومليان بالمحبة والأفراح والسعادة لكل طبعا الوطن العربي وكل الشعب المصري. أمين أمين يا رب. عام 2016 بالنسبة لي وبالنسبة شاشة النهار رياضة أنها رجعت نورت مرة تانية، ورجعت نورت باستاد بلدنا ودوري ممتاز به، وأيضا كاس مصر، وإن شاء الله نستمر مع حضراتكم السنة الجاية على نفس المنوال والنهج، بل بالعكس احنا مطالبين ان احنا نكون احسن من عام 2016 ونقدم لحضراتكم وجبة إعلامية رياضية محايدة ما فيهاش تعصب، بل بالعكس برضو ندي لحضراتكم جرعة من التفاؤل إن شاء الله نلاقيها في 2017 وتكون سنة سعيدة على الكل ومليانة بالبطولات وعلى كل المستويات، مش كرة القدم فقط، لا على كل الألعاب والرياضات. إن شاء الله يبقى عام سعيد وفي استقرار أكتر للشعب المصري. حلقة جديدة النهاردة من استاد بلدنا مع نهاية عام 2016، وإحنا هنزهقكم بقى، إحنا إن شاء الله كل يوم مع حضراتكم سواء في الماتشات سواء في الحصاد، والنهاردة إن شاء الله هنكمل حصاد الأسبوع الـ 12 الأسبوع اللي انتهى، وبكرة بإذن الله الأسبوع الـ 13 وعلى مدار 3 أيام، وأيضا في مباريتين في كاس مصر هيتلعبوا يوم الاثنين والثلاث. هستعرض بحضراتكم في البداية الأول مباريات الغد بإذن الله، وهنبتدي بالمجموعة الأولى مجموعة الصعيد. إن شاء الله بكرة في عدد من المباريات، 7 مباريات هتبتدي بكرة المباريات مع حضراتكم. عندنا الألمونيوم ومركز شباب طمية، عندنا ديروت والأسيوطي، بني سويف والواسطة، الفيوم وطهطة، البداري والمنيا، الجونة وكيما أسوان ونصر الفكرية وسوهاج. دي المباريات اللي هتتلعب إن شاء الله يوم 1/1، وعندنا مباراة تليفونات بني سويف وإنا هي اللي هتتلعب يوم الاثنين 2/1 إن شاء الله. لو بصينا كده على المباريات لو حبينا نعلق عليها قبل برضو ما نعلق مع ضيوفنا الكرام، يعني هي مباريات لتحسين المراكز، ما فيهاش صاحب الأول المركز الأول هيلعب المركز الثالث، يعني كل المباريات مهمة لكل الفرق لتحسين النتائج قبل نهاية الدور الأول والمحافظة على المراكز. مفيش ماتشات اللي احنا ممكن نقول عليها ان في فرق هتوقع فرق تانية علشان تصعد على كتافها زي ما بنقول. مباريات كلها متكافئة متساوية، وحتى لو سألتوني ايه المباراة القوية مش هقدر اجزم لحضراتكم اقول لحضراتكم ايه المباراة اللي ممكن تكون قوية وهيبقى مهمة جدا النقاط الثلاثة فيها، لان كل المباريات وكل الفرق متكافئة في هذه الجولة، الجولة 13 ان شاء الله واللي هتبدأ غدا. نروح للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة، وكل المباريات إن شاء الله هتتلعب يوم الاثنين 2/1، وفي اليوم ده إن شاء الله هنكون مع حضراتكم برضو في تغطية خاصة، هنبتدي معاكم بكاس مصر وبعد كده هنكمل بمباريات الممتاز به. ولكن خلونا أقول لحضراتكم المباريات: القناة مع اتحاد الشرطة، دمياط مع كهرباء الإسماعيلية، الشهداء مع الزرقاء، البنك الأهلي والترسانة، المصرية للاتصالات والسكة، المريخ وكوكا كولا، جمهورية شيبين والشرقية للدخان، سيراميكا ومنتخب السويس، نجوم المستقبل ومصر، وكل المباريات الساعة 2:30 ما عدا مباراة سيراميكا ومنتخب السويس في تمام الساعة 5. وقبل كده إن شاء الله هنكون مع حضراتكم في تغطية خاصة لمباراة دور 32 لكأس مصر ما بين طنطا وأسوان، وبعد كده هنكمل مع حضراتكم بمباراة سيراميكا ومنتخب السويس، ده هيكون يوم الاثنين 2/1. نروح للمجموعة الثالثة مجموعة اسكندرية وبحري، دي هتبقى يوم الثلاث كل المباريات، برضو كل المباريات في تمام الساعة 2:30 ظهرا ما عدا المباراة الأخيرة مباراة حرس الحدود والرجاء. هنبتدي معاكم ياه البحيرة ونبرو، فاركو وشربين، بلدية المحلة وغزل المحلة، ده ديربي محلاوي، ديربي قوي ده على فكرة، ديكيرنس والأولمبي، المنصورة دمنهور، كفر الشيخ ومركز شبابكم حمادة، بدر الحمام، الحرية والصيد بالمحلة، وأخيرا حرس الحدود والرجاء. ودي المباريات إن شاء الله يوم الثلاثة 3/1. وبرضو عندنا مباراة في كاس مصر دور 32 في هذا اليوم، هيكون مباراة الشرقية والنصر للتعدين، ويا سلام بشكر طبعا رجالة الأون إير جرافيك معانا على طول أول بأول محضرين وجاهزين. مباراة كاس مصر دور 32 كاس عبور لاند، ده المباراة المتبقية من دور 32، طنطا وأسوان والشرقية والنصر للتعدين والزمالك والأولمبي لم تحدد بعد، بس هي تم تحديدها انها في شهر فبراير شهر 2 القادم، ولكن بالتحديد يوم ايه لسه. هقول برضو لحضراتكم في حال فوز او الفائز من مباراة طنطا
واسوان هيلعبوا مين؟ طنطا واسوان. اللي هيفوز منهم هيلاعب وادي دجله اللي كان فاز على فاركو بثلاث اهداف مقابل لا شيء. اما مباراه الشرقيه والنصر للتعدين الفايز منها هيلاعب طلائع الجيش. المباراه الثالثه الزمالك والاولمبي الفايز منهم هيلاعب حرس الحدود، والفرقه الوحيده اللي صعدت لدور ال16 لكاس عبور لاند بعد ما اتعادلت مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق وفازت بخمس ركلات مقابل اربعه. دي كانت نتيجة دور 32، ودي المباريات المرتقبة إن شاء الله الأسبوع الجاي أسبوع حافل. هنختتم في الأسبوع الدور 32 لكأس عبور لاند، وأيضا هنبتدي مع حضراتكم الأسبوع 13 للدوري الممتاز به. طيب خلوني برضو قبل ما نخش ونطلع لفاصل ونستضيف ضيفنا في فقرة الصحافة أفكر حضراتكم كده بجدول ترتيب الفرق مع نهاية الأسبوع الـ 12 وبعد مباريات المؤجلات. كان في أربع مباريات مؤجلة، والمباريات المؤجلة دي أثرت بعض الشيء على ترتيب الفرق، ولكن بالأخص في مجموعة بحري واسكندرية. أنا سريعا كده هفكر حضراتكم علشان نبقى مذاكرين ومتابعين مع بعض. الأسيوطي في الصدارة بـ 31 نقطة، بقى تعادله الأخير مع بني سويف بدون أهداف وده التعادل الأول. تليفونات بني سويف صعد للمركز الثاني بعد ما الجونة طبعا خسر من المنيا بهدف للا شيء، وتليفونات بني سويف كان هو اللي فاز في مباراته الأخيرة على الوسطى بثلاث أهداف مقابل لا شيء، فبالتالي صعد للمركز الثاني. والمشكلة بتاعت تليفونات بني سويف اتحلت، يعني اللي أنا عرفته إن يعني ربنا يديه الصحة بقى والقوة ويستحمل الفترة الجاية. أستاذ أحمد سعد المشرف على كرة القدم طلع من جيبه الشخصي ومشى الأمور شوية في تليفونات بني سويف. اللعيبة طبعا كانت متضايقة وحزينة جدا، والنداء المية للمسؤولين في التليفونات أو في مؤسسة التليفونات، يا جماعة ومؤسسة الاتصالات يا جماعة في فرقة اسمها تليفونات بني سويف، اللعيبة محققة مركز كويس، الناس مش بتطالب بحاجة صعبة، الناس محتاجة مستحقاتها، محتاجة حقوقها، الناس ماشية كويس في المركز الثاني، لعيبة صغيرة في السن، فأبسط حقوقها إن احنا أو أنتوا حضراتكم مشكورين طبعا إنكم تبصوا عليها بصة كويسة تطلعوا المستحقات وحقوق اللعيبة والمكافآت الفوز. الجونة المركز الثالث مع كابتن سعيد عبد العزيز ب 22 نقطة، وكان لعب مباراته المؤجلة فعشان كده بالتالي الجونة صعد للمركز الثالث، لعب الألمونيوم وفاز عليه بهدف للا شيء. سوهاج هبط للمركز الرابع ب 22 نقطة، بني سويف الخامس ب 17 نقطة، الألمونيوم السادس ب 16 نقطة أيضا بنفس الرصيد ديروت. كيما أسوان في المركز الثامن ب 14، إلى التاسع 14، والمركز العاشر الفيوم ب 13 نقطة. بنكمل مع حضراتكم جدول ترتيب مجموعة الأولى مجموعة الصعيد، المركز الـ 11 المنيا ب 13 أيضا بنفس رصيد النقاط المدينة المنورة. نخش بقى في المنطقة الخطر أو المنطقة الصعبة، عندنا من الـ 13 للـ 17، عندنا طهطا 12، طمية في المركز الـ 14 بتسع نقاط، ناصر الفكرية الـ 15 بثمان نقاط، والبداري في المركز ال 16 بسبع نقاط، والوسطى المركز ال 17 بخمس نقاط. وعايز اطلب من رجاله الاون اير جرافيك من هنا ورايح لو في امكانيه نخلي الخمس مراكز الاخيره بلون مختلف، علشان دايما نفكر الناس ان الخمس مراكز دول هم المهددين بالهبوط، يعني ممكن نعملهم كده بالاصفر بالاخضر، يعني نشوف اللون المناسب علشان دايما نبقى ايه عارفين ان المنطقه دي منطقه الهبوط. نروح لمجموعه القاهره والقناه، واشكرك استاذ برجاوي. اشكرك شكرا جزيلا، كل سنه طيب يا استاذ بلجاوي. مجموعه القاهره والقناه، عندنا النصر، والنصر باي الاسبوع اللي جاي، يعني فرقه النصر المتصدره هي سابقه بمباراه، هي اللي هتكون باي الاسبوع اللي جاي، وفرصه برضو للمصابين. فرقه النصر عندها مصابين كتيره جدا، وكابتن سيد عيد بيعاني من المشكله دي، بس الراجل بيحاول بقدر الامكان بالاوراق واللعيبه اللي عنده ان هم يعرف يوظفهم ازاي في ارض الملعب. منتخب السويس عنده ماتش صعب ومهم الاسبوع ال 13 مع سيراميكا، في حال ان هو حقق الفوز هيقلل الفارق بينه وبين النصر نقطه واحده. المريخ كمان فرقه محترمه، فرقه يعني معاهم استاذ احمد جوهر رئيس النادي، الراجل مشكور، وبصراحه سمعت من كذا حد سواء من لعيبه او جهاز اداري او فني ان الراجل ما بيبخلش على فرقه المريخ باي حاجه، وراجل صريح وواضح، وده اللي محبب الناس فيه. المركز الثالث ب 19 نقطة نادي مصر مع كابتن أحمد الكاس، المركز الرابع ب 18 نقطة وقدموا بصراحة مباراة حلوة أمام الإنتاج وخسروا بثلاث أهداف مقابل لا شيء، ولغاية دلوقتي مش ماشية مع أحمد الكاس أو كابتن أحمد الكاس، طبعا كابتننا الجميل والكبير والمحترم مش ماشية معاه، بس لا يعني أنا إحساسي الشخصي إن واحدة واحدة الفرقة هترجع تاني لمسارها الصحيح.
المصرية للاتصالات مع كابتن تامر عبد الحميد دونجا في المركز الخامس ب 18 نقطة وابتدى يدعم صفوفه للدور الثاني. كوكاكولا مع كابتن عيد مرازيق وبسم الله ما شاء الله ومعاه إدارة محترمة وجهاز فني وإداري على أعلى مستوى ولعيبة فعلا على خلق عالي في المركز السادس ومفاجأة وهم الحصان الأسود هذا الأسبوع في المركز السادس ب 17 نقطة. أيضا بنفس الرصيد نجوم المستقبل ونجوم المستقبل يعني توالت عليه القيادات الفنية واستقرت في النهاية مع كابتن طارق السعيد هو اللي بيقودهم حاليا. كل التوفيق لنجوم المستقبل وكل الفرق بصراحة يستاهلوا ان هم ينافسوا على بطاقة الصعود. سيراميكا في المركز الثامن ب 16 نقطة ومع كابتن سعد فاروق برضو شخصية محترمة جدا وكابتن أحمد الكيلاني كان ضيفي امبارح المدير الإداري لسيراميكا وفرقة برضو محترمة جدا وفهمة يعني كرة قدم فرقة بتنافس ولسه برضو هم مش بعاد. السكة الحديد مع كابتن خالد بيبو في المركز التاسع وبعد خسارته من نادي الاتحاد السكندري في دور 32 هل السكة هيتأثر بهذه الهزيمة ولا هيرجع تاني للنتائج الإيجابية وعنده لقاء مع كابتن تامر عبد الحميد المصري للاتصالات في الاتصالات فأيضا لقاء في غاية الصعوبة. البنك الأهلي المركز العاشر ب 15 نقطة. باقي جدول الترتيب اتحاد الشرطة في المركز ال 11 عفوا ب 15 نقطة جمهورية شبين وأيضا كابتن ياسر رضوان ابتدى يدعم جمهورية شبين وفي بعض التدعيمات القوية وعلى ما أذكر قريت خبر ان هم دعموا بلاعب افريقي تقريبا من غانا هيكون اضافه لجمهوريه شبين الفتره القادمه برئاسه الاستاذ احمد الخشن. كل التحيه ليه طبعا وكل مجلس اعضاء جمهوريه شبين. نادي الترسانه الاستاذ احمد جبر وكابتن هشام زكريا وفي اربعه او خمسه حتى الان رحلوا عن نادي الترسانه. يا ترى هل ترى نادي الترسانه هيتاثر برحيل هؤلاء اللاعبين وخصوصا ان هو مقفل القايمه بال 30 لاعب؟ دي مشكله كبيره هتواجه نادي الترسانه الفتره القادمه. المركز ال 13 ب 12 نقطه. كهرباء الاسماعيليه المركز ال 14 ب 11 نقطه. الشرقيه للدخان المركز ال 15 ب 10 نقاط وعندنا بقى دايره الهبوط من اول ال 16 17 18 19 لا عندنا من اول ال 15 انا اسف. يعني الشرقيه للدخان في دايره الهبوط لغايه دلوقتي. دمياط المركز ال 16 9 نقاط. الزرقاء ال 17 بتسع نقاط وببارك طبعا للدكتور عبد الرحيم محمد ان هو تولى القياده الفنيه للزرقاء بعد كابتن مصطفى عبده واللي شاهدنا طبعا ان هو كان ضيفي وشاهدنا طبعا مداخله الحاج سمير موسى رئيس نادي الزرقاء والمعامله الطيبه واللي انتهت بيها العلاقه ما بين كابتن مصطفى عبده وكابتن او الاستاذ سمير. المركز ال 18 القناه والقناه برضو مش عارف يطلع من المشكلة أو الورطة اللي هو فيها مع كابتن أحمد سعيد والمركز ال 19 والأخير الشهداء بخمس نقاط. نروح بقى لآخر مجموعة معانا ومجموعة بحري واسكندرية وأنا بس بحاول إيه إن أنا أنعش ذاكرة حضراتكم عشان الدوري كان اتوقف فترة كده ولعبنا مباريات كأس مصر. إحنا بنشوف الجدول قبل بداية الأسبوع ال 13 ومدى تأثير مباراة الأسبوع ال 13 على الجدول. هرجع اقول تاني ان مجموعه بحري واسكندريه بالنسبه لفايز هي مجموعه قويه جدا وده بيبان من الاول والتاني ان الرجاء والبلديه بينافس حرس الحدود ايضا بينافس يعني فيها قوه والفوارق فيها قليله جدا. يعني لو شفنا مثلا منتخب السويس والنصر والفوارق قلت لا هقول لك مجموعه القاهره بقت هي الاقوى وبقت اعلى بس انا احساسي الشخصي ان مجموعه بحري واسكندريه هي الاقوى. الرجاء في المركز الاول ب 29 نقطه وعندهم برضو ماتش قوي جدا الاسبوع اللي جاي مع حرس الحدود. يعني يا نهار ابيض ده مباراه وبالصدفه ان المباراه ان شاء الله هتذاع عشان هتتلعب الساعه 5 يعني بعد نهايه مباريات كاس مصر فهنتابع ماتش الرجاء وحرس الحدود وكل التحيه طبعا لاهل مطروح عشان ما يزعلوش مننا. ماتش الرجاء ان شاء الله هيتذاع. بلديه المحله مع كابتن رمضان عنده مباراه ديربي محلاوي مع غزل المحله والبلديه في المركز الثاني 28 نقطة وتعادله الأخير مع شربين أثر عليه ورجعه مركز لورا. حرس الحدود قلنا عنده مع الرجاء فاركو وتعادله الأخير مع المنصورة 1-1 خلاه في المركز الرابع ب 22 نقطة. غزل المحلة وفوزه أيضا في مباراته الأخيرة على الأولمبي بهدف للاشيء صعد بيه للمركز الخامس ب 21 نقطة.
كفر الشيخ المركز السادس ب 20 نقطة، المنصورة السابع ب 18 نقطة، نبروق أيضا بنفس الرصيد المركز الثامن ب 18 نقطة، وارفع القبعة برضو للنبروق، فرقة مكافحة بصراحة واخدة مركز يحترم. الأولمبي المركز التاسع مع كابتن نبيل محمود، وأتمنى استمرار كابتن نبيل محمود، بصراحة مقدم مباريات كويسة، بس هي برضو مش ماشية، يعني زي ما بنقول فرقة محترمة ولعيبة على أعلى مستوى بس مش ماشية. مركز شبابكم حمادة المركز العاشر ب 15 نقطة. كامل مع حضراتكم بقية الجدول. المركز ال 11 دمنهور ب 15 نقطة، الحرية مع كابتن أكرم عبد المجيد، وأيضا أرفع القبعة للحرية وبدر، بصراحة عاملين مباريات هايلة ونتائج كويسة جدا. الحرية المركز ال 12 ب 14 نقطة، بدر ال 13 ب 10 نقاط. وبعدين نخش في دايرة الخطر، عندنا الصيد بالمحلة مركز ال 14 9 نقاط، ديكرنس 9 نقاط، وعلى فكرة الفوز الصيد على شربين من المباراة المؤجلة بهدفين مقابل هدف صعد بيه أربع مراكز، يعني الصيد كانت 18 هو صعد أربع مراكز ونزل كل اللي كان فوقيه. شربين المركز ال 16 ب 8 نقاط، مياه البحيرة المركز ال 17 ب 8 نقاط، وأخيرا الحمام واللي حقق فوزه الثاني الاسبوع الماضي بهدف ليلى شيء، على الرغم ان هو فاز على مياه البحيره بهدف ليلى شيء، ولكن فضل في المركز الاخير المركز ال 18. اسمحوا لي نطلع لفاصل، وبعد الفاصل فقره الصحافه وايه اللي كتب في الصحافه ومنشتات استاد بلدنا، يا ترى استاذ محمد باهي وفريق الاعداد مخبيين ايه النهارده في التقرير الخاص بمنشتات استاد بلدنا، وهنعرف من ضيفنا الكريم الاستاذ عمرو الدرديري رئيس تحرير بوابه الاهرام الرياضيه واللي هيكون ضيفي، هنعرف تعليقه على المنشتات، وبرضه كده هساله عن استفتاء 2016. دايما بوابه الاهرام بتمتعنا باقوى الاستفتاءات في عام 2016، احسن مدير فني، احسن لاعب، احسن حارس مرمى، احسن فريق، احسن مدير يعني بيمتعونا بصراحه، احسن لاعب صاعد، بيمتعونا باستفتاءاتهم، تبقى استفتاءات قويه جدا، وبضيوفهم اللي بيجوا بينوروا الاستفتاء وبيكرموا اللعيبه، هنعرف برضو منه ايه الجديد في عام 2016 ومين الضيوف وايه اقوى الاستفتاءات معاهم، ولكن بعد الفاصل مع الاستاذ عمرو الدرديري.